السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبيباتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وجبه لذيذه متكامله، والاهم في ذلك انها تحضر في دقائق قليله جدا. وللتذكير فقط، يعني بعض الاخوات كيقولنا عطينا اقتراحات لوجبات سريعه، فانا سبق لي ونزلت على القناه ديالي مجموعه من الوجبات اللي متكامله ولذيذه وسريعه، وغادي نخلي لكم الروابط ديالهم كلهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو باش تشاهدوا ان شاء الله وتستافدوا منهم كذلك. ومن طوال لكم الان نمروا نبداو في تحضير وجبه ديالنا لهذا اليوم. فاول شيء غادي نبدا به هو هنايا القوق. عندي القوق غسلته مزيان، وغادي نوضعه في طنجره الضغط مع يعني ماء وقليل من الملح، وغادي نخليه يتسلق تقريبا واحد 25 دقيقه. يعني هو اول شيء غادي نبدا به حتى ياخذ الوقت، وعاد غادي نمر انا باش نحضر الوجبه ديالنا. عندي هنايا قطعه من الخبز الفرنسي او الباريزيان، يمكن لكم تعوضوه باي نوع من الخبز عندكم، يعني الخبز داير اللي خبز ساندويتش اللي عندكم، مهم يمكن لكم تطبخوا عليه هذه الوصفه. عندي هنايا بصله متوسطه مفرومه ناعما، حبه واحده من الفلفل الاحمر او فلفل ملونه اللي مقطعه هكا حتى هي الى قطع صغيره، انا هذه كانت عندي من المجمد فجبتها. وعندي علبه صغيره من التونه اللي حيت فقط نصف ديال الزيت ديالها واحتفظت بالنصف الاخر، وملعقه كبيره مملوءه من الذره المعلبه او المايس، يمكن لكم نتوما تضيفوا الزيتون، ضيفوا اللي بغيتوا. دابا في المقلاة كنضيف ملعقه كبيره من الزيت مع رشه من كل من الملح والفلفل الاسود، قليل من الثوم بودره، يمكن لكم تضيفوا التوابل اللي بغيتوا حسب الذوق ديالكم، وملعقه كبيره من المعدنوس المفروم. غادي ندمج الكل جيدا ونخليهم يتشحروا واحد 4 دقائق تقريبا. بعد مرور 4 دقائق يعني وضعتهم هكا، ضفت لهم التونه والمايونيز، بعدها غادي ناخذ داك الخبز ديالي غادي نحاول هكا نقسمه. يمكن لكم نتوما تقسموها يعني القطع تكون اصغر، وكن يعني كنقسم كل وحده على الى نصفين. دابا غادي ناخذ صينيه الفرن اللي وضعت فيها هكا ورق الشمع، وغادي نبدا كنملا في هذوك القطع ديال الخبز، نملاهم بهذيك الحشوه. الاخير غادي نقوم برشهم فقط بالقليل من الجبن المبشور هكا باش ما يجيوناش ميدومين بزاف، غير كنرشهم بطبيعه الحال. يمكن لكم نتوما تحتفظوا بهم هكا. فهاد الاثناء انا راه وضعت الفرن ديالي تسخن مسبقا، وغادي ندخلهم تقريبا 10 دقائق غير كيذوب هذاك الجبن وكنخرجهم، يعني ماشي شي وقت طويل. وهنايا راه القوق ديالي تسلق، غادي نقوم قسم هكا كل وحده الى جزئين، وغادي نمرو باش نحضرو صلصه المرافقه اللي غادي نحضرها بملعقه كبيره من زيت الزيتون. كنضيف ليها عصير ديال نصف حامضه او ليمونه، ثم كنضيفو رشه من كل من الملح والفلفل الاسود، وغادي نضيف قليل من المعدنوس المفروم. هاد الصلصه كتجي لذيذه باش رافقوا بها القوق المسلوق، وكندمجهم وغادي نتركهم جانبا. مره نحضروا واحد السلطه سريعه اللي غادي نحتاج ليها خبز اللي مغسول ومنشف جيدا مقطر، وقطع من الخيار، ثم السلطه يمكن لكم تضيفوا فيها اللي بغيتوا، انا فقط هذا اقتراح من عندي. ثم بصل اخضر مفروم رقيق مقطع رقيق، وكنضيف كذلك بعض الطماطم اللي صغيرات الحجم اللي قطعتها حتى هي رقيقه. كلكم تضيفوا الزيتون، تضيفوا الكورنيشون، تدخلوا كذلك فواكه فيها، واخر شيء هو الذره المعلبه. وبهذا كتكون الوجبه ديالنا صبحات جاهزه. كما كتلاحظوا بالنسبه للسلطه انا ما ضفتش ليها توابل لانني غادي نرافقها بحد الصلصه. الا بغيتوا تشوفوا انواع الصلصات اللي سبق لي وحضرت، غادي نخلي لكم الروابط ديالهم كلهم في صندوق الوصف باش تشوفوهم، راه تقريبا راه كثار. وهنايا الخبز بعد ما خرجته من الفرن كتجي ريحته كتشهي، نتمنى تجربوه فعلا كيجي لذيذ. وكما تابعتوا معايا راه ساهله بزاف باش تحضروها. والقوق اللي حضرنا بالصلصه المرافقه ديالو، انا يعني السلطه غادي نرافقها فقط بصلصه يعني جاهزه ما حضرتهاش، وفواكه يعني حسب الموسم وعصير.
نتمنى ان فكره اليوم تكون نات اعجابكم ان شاء الله. وطبيعه الحال كما ذكرت الوجبات كلها اللي سبق لي وحضرت في القناه غادي نخلي لكم روابط ديالهم في صندوق الوصف باش تشاهدوهم ان شاء الله. ونتمنى يعطوكم كذلك افكار متنوعه وجديده باش تنوعوا في الوجبات اليوميه ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.